رب تطلب معنى الهداية، اهدنا. طب ما انت دلوقتي مهدي، لا انت عايز هداية في كل خطوة في حياتك. انت عايز هداية في القيام، وهداية في الصيام، وهداية في الفروض في المسجد، وهداية في الاخلاق الطيبة، وهداية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهداية في فهم القرآن، وهداية في فهم السنة، وهداية لنشر الدين. انت عايز هداية في كل حاجة، وكل معنى من اللي انا قلته ده طريق، عايز جوه الطريق ده هداية.